السيدات والسادة، مساء الخير. عندما نتأمل ما جرى لأحوال الغناء والموسيقى المصرية في السنوات الأخيرة، نرى أنه من المهم والمفيد أن نعيد قراءة تاريخنا الفني لنتذكر معا ما تركه مبدعون عظام من أعمال خالدة أضافت وجددت وأثرت حياتنا الموسيقية والغنائية. في سنوات السبعينيات وحتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي، ظهرت على الساحة الغنائية في مصر ظاهرة أطلق عليها اسم الأغنية الشبابية. هذه الفترة شهدت ظهور فرق غنائية وأصوات جديدة حققت شهرة وجماهيرية كبيرة. موجة تأثرت بالموسيقى والغناء الغربي وأثارت جدلاً وصخباً استمر سنوات، كان لها تأثير كبير على شكل ومسار الأغنية والموسيقى في مصر. من نجوم هذه الفترة أسماء لامعة، ملحنون وموسيقيون عباقرة صاغوا لوناً جديداً امتزجت فيه روح العصر بالتراث الأصيل في الموسيقى المصرية. من هذه الأسماء ضيفي الليلة، موسيقار كبير عندما نسمع موسيقاه نعرفه على الفور، له بصمة مميزة، عازفاً وملحناً ومغامراً، كون واحدة من أشهر الفرق الشبابية في تاريخ الغناء المصري. حديثنا الليلة عن الموسيقى والأغنية الشبابية، عن هويتها وعن ملامحها، ماذا يسمع هذا الجيل ومن يشكل ذوقه هذه الأيام. أهلاً بكم. معي للحديث عن مشواره الحافل وعن الموسيقى والأغنية الشبابية المصرية هذه الأيام، الموسيقار الكبير هاني شودة. من رحاب السيد البدوي بمدينة طنطا ومع الصوت السماوي للشيخ سيد النقشبندي، ظهرت في خمسينات القرن الماضي موهبة عبقرية غيرت شكل الموسيقى وصنعت خلطة سحرية. هاني شنودة يعتبر في النصف قرن الأخير واحداً ممن غيروا فلسفة الموسيقى المصرية. جمع بين رشاقة الموسيقى الغربية بآلاتها الجديدة مع أصالة الموسيقى الشرقية بجمالها وسحرها الأخاذ. كان له الفضل في تكوين أول فرقة للأغنية الشبابية الاجتماعية الحديثة. الأب الروحي للفكرة كان الأديب العالمي نجيب محفوظ، أما الراعي والملهم والكاتب الأول لأغنياتها فكان الشاعر الكبير صلاح جاهين. إنها فرقة المصريين. اكتشف هاني شنودة مطرب الشباب عمرو دياب، احتضنه وجاء به من بورسعيد إلى القاهرة، ثم قدم هاني شنودة ألحاناً لأصوات جميلة وضعتها على طريق الشهرة. وكان هاني شنودة هو اختيار سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ليضع لها موسيقى فيلم لا عزاء للسيدات، وكان اختيار النجمة سعاد حسني وعادل إمام لموسيقى فيلم المشبوه. كما كان هاني شنودة هو الموزع الوحيد الذي ترك له الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب حرية إعادة توزيع موسيقاه بآلات غربية، فوصلت موسيقى عبد الوهاب لملايين الشباب. ووضع هاني شنودة بصماته على الموسيقى التصويرية لعدد من أهم الأفلام المصرية: الحريف، الغول، الأسطى المدير، شقة الأستاذ عليوة، وغريب في بيتي.
الموسيقار الكبير الأستاذ هاني شنودة، أهلا وسهلا بحضرتك معانا، سعداء بوجودك في هذا البرنامج. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أستاذ هاني. أنا يعني هسألك كده في الأول، أول ما ظهرت في الحياة الفنية المصرية ناس كتير افتكروك خواجة، ملامح أجنبية، عينين زرقاء، بتشتغل في فرقة اسمها لبتيشا، القطط الصغار، وبعدين اكتشفنا أنك تقريبا فلاح. أنت من وسط الدلتا، من طنطا، مظبوط، السيد البدوي والنقشبندي، إيه التركيبة دي؟ تركيبة جميلة على كل. لما كنا فرقة غربي أنا ما كنتش مشهور. أنا ما اشتهرتش غير لما عملت فرقة المصريين أو الحكاية دي. أيوة. لكن إحنا في البتيشا كنا بنلعب كفرز، ما كناش بنلعب حاجة بتاعتنا. يعني فرنساوي، إنجليزي، أسباني، واتفر. حتى افريكان كان في اغنيه مشهوره اسمها باسي باتا باتا، عملتها واحده اسمها مريم مكيبه. احنا كنا هو اللي ناجح، اللي ناجح بنعمله. ايوه. بس بيني وبينك حضرتك دي كانت احسن فتره سعيده بالنسبه لي، لان كان عندي ايه؟ كان اصحابي بقى عمر خورشيد الله يرحمه جيتاريست، عمر خيرت درامز، وجدي فرانسيس مطرب فرنساوي، صبحي بدير مطرب انجليزي، يعني بينو فارس، يعني كان شله حلوه قوي. ايوه. وكنا كلنا صغيرين قوي. بعد كده بقى لما جه الاستاذ نجيب محفوظ ما كانش اياميها عالمي. لكن قبل بقى ما قابلت الاستاذ نجيب محفوظ وكان له يعني شيء هام جدا في حياتك، لكن في هذه الفتره الاولى في طنطا ومع كل هذه يعني المنابع أساسا فيها جزء ديني وفيها جزء مصري جدا، وأم في البيت بتضرب بيانو، صح، وأحيانا عود. ده انت عندك، ما أنا مذاكرة برضو. برافو عليك، برافو عليك. يعني التركيبة كانت شديدة المصرية. شوف حضرتك، احنا بعد صلاة التراويح في رمضان نطلع نقعد على الأرض نسمع الشيخ النقشبندي ما يطلع علينا بقى صوت من السماء. بس انا تعرضت لحاجات كتير. اختي كانت في الامريكان ميشن سكول وكانت بتسمع ات يور ريكويست اللي كان بيقدمه، انا مش هبقى فاكر، سيمز الله او اليك مجلي او أيوه. الجهاب ده، وتسمع البرنامج الاوبي، فتعرضت للاغنيه الغربيه. اتنين، كنا بنروح الموالد ونشوف الغوازي. والغوازي كانوا يعملوا ايه؟ الاغاني المشهوره يغير شويه في الكلام بتاعها. يعني مثلا واحده تغني وترقص تقول ما اقدرش احب اتنين عشان ماليش قلبين، النبي جوه في قلبي والتاني اجيب له القلب منين، يعني تغير في كلمات الاغنيه. فمن زائد بقى ان عندي اصحاب يطلعوا عربياتهم على طريق اسمه المعاهده يجيبوا الاف ام بتاع اليونان، مش عارف ايه. فكنا هواية الموسيقى جامدة جدا، بس انا كنت هاوي بس. بس حضرتك بقى كل ما كنت اجي اغني امي تقول لي بس صوتك نشاز، وهي عندها حق طبعا. والحقيقة ان انا دخلت سنة اولى كلية التربية الموسيقية، وهي توفت في السنة دي، فهي ما شافتنيش ناجح ولا عرفت ان انا تخصص تاني غير الغنى والعزف اللي هو التأليف الموسيقي. وحضرتك بقى جيت القاهرة وبدأت يبقى فيك لك علاقات حتى مع موسيقيين وأدباء. وحضرتك قلت دلوقتي الأستاذ الكبير الأديب الكبير نجيب محفوظ ما كانش لسه عالمي، لكن هو أثر في حياتك وفي توجهاتك. بكلمة، الحقيقة إن أنا أعرف إن القلم أمضى من السيف لانها في حياتي. هو قال لي انتوا ما بتلعبوش عربي ليه؟ احنا كنا البتيشا. قلت له ده المقدمه بثلاث اربع اغاني من بتوعنا، وبتبتدي تانجو مثلا او فالس، بتقلب مقسوم، هي الناس هترقص بلدي. كان الوقت ده الشاب اللي يرقص بلدي دي يعني حاجه تحط من كرامته والشله تكرفه بقى وبتاع. فقال لي كلمه كانت امضى من السيف وما خدش بالي منها الا بعدين. قال لي طيب لا تستبدل شهوة العمل بشهوة الكلام. جميل. لا تستبدل شهوة العمل بشهوة الكلام. بمعنى؟ قلت له كده، قلت له مش فاهم ايه المعنى.
قال لي اعمل الاغنيه اللي انت شايفها صح. لما انت شايف الاغنيه بتاعتنا الرسميه فيها حاجه مش مظبوطه اعمل انت الاغنيه المظبوطه. ايوه. فجه اليوم اللي عملت فرقه المصريين عشان اعمل الاغنيه اللي المقدمه بتاعتها مظبوطين، ما تحسبوش يا خلاص ما فيش بقى لك وعجن وتتلالا ومش عارف الحاجات دي كلها. ده اللي كان نفسي فيه، وكان نفسي اني اخش في الاغنيه الهارموني والكاونتر بوينت والعلوم الموسيقيه اللي انا درستها في المعهد. معهد الموسيقى. او هو كليه التربيه الموسيقيه. وبعدين دخلت الكونسرفاتوار في اكاديميه الفنون. انا قلت انا لازم ادرس بره، فقلت ادرس بره فين؟ في البلكونه. ما البلكونه بره البيت مش كده؟ وجبت جهابزه الموسيقى اللي في العالم كلهم عشان يدرسوني، هم كلهم ماتوا بس انا جبت الكتب. والكتب هي هم على فكره، وانا بعمل دلوقتي كتاب واللي هيقراه هيبقى اطلع على كل اسراري الموسيقيه وعارف يعمل ايه في الحكايه دي وليه ده اسمه كده وليه ده اسمه كده وبتاع. فدرست في البلكونه كل حد النظري كله، وتقدمت قوي عما كنت، لان طبعا ايه انا في البتيشا عرفت ازاي الاغنيه العالميه بتتعمل، لان كنت بعمل هندسه عكسيه، تيجي للصوانه اسمعها واعرف البيس جيتار بيلعب ايه، الالكتريك جيتار بيلعب ايه، الاورج بيلعب ايه، الفايلنز لا لا لا، وازاي دي كلها حاجات فوق بعضها. ايوه. بنسميها هيدن بيوتي. انت وانت بتسمعي حضرتك اي اغنيه، نفرض من الاغاني المشهوره قوي وين ذا رومب سان دان دان، الموضوع مش كده، ده الميل، ده الاوبيس، ده الاوبيس بيوتي يعني اللي انت شايفاه وسامعاه المرئي يعني. تحته في حاجات كتير اسمها هيدن بيوتي اللي بتخلي ده مقبول قوي. يعني انت لو لعبتيها كده بصباع واحد ده الاوبيس بيوتي، لو لعبتيها بقى كويس بكل العلوم الموسيقيه يبقى دي مكتمله، لان المخ بيتمتع بفصينه. طب استخدمت التركيبه دي في الحانك ازاي؟ ما انا حتى الشعبي يعني يمكن عملت ده مثلا كان مقبول قوي مع الفنانه العظيمه نجاة، انا بعشق البحر. أيوه. وبحلم معاك ويوم الهنا والحاجات دي كلها. لكن انا لما طلب مني ان انا اعمل حاجه العدويه عملت بنفس الطريقه، لدرجه ان دلوقتي ما فيش اي حد شعبي بيغني الا ما وراه درامز وبيس جيتار والكتريك جيتار اي حد. فده اتعمل ايام يعني كان اول مره في زحمه الدنيا زحمه مع عدويه. وانا اصريت على ده، كان يعني لا المنتج كان عايز واللي إيه، لا اصل الشعبي ما فيهوش بقى بيس جيتار ومش عارف لا. ومع كده صممت عليه. طيب نصيحه الاديب الكبير الاستاذ نجيب محفوظ لكم هي اللي جعلك يعني تكون هذه الفرقة الجديدة؟ ما هو حط على وهل التسمية تسمية المصريين كان أيضا يعني بدافع منه؟ أنا أظن لا، لأن ما أنا هقول لحضرتك يعني ما كانش في أي فكرة إن أنا هعمل فرقة. وهقول لحضرتك ليه اسم المصريين؟ ثلاث حاجات. واحد إن جه الصحفي الأستاذ محمد قبيل وكانت وحضر بروفا معانا وشاف ان دي حاجه جديده، هو موسيقي على فكره، شاف ان دي حاجه جديده فكتب المصريون قادمون بطريقه جديده. اتنين كان الاسم ده اتلغى لان احنا كنا في 67 الجمهورية العربية المتحدة. ايوه لما مش بس الجمهورية الاقليم الجنوبي لما جت 73 وعدينا وانتصرنا الانتصار الباهر ده السادات رجع اسم مصر وسماها جمهورية مصر العربية، فبقى المصريين يعني من هنا اشتقيتوا هذا الاسم الجميل. يعني الثالثة ان احنا كنا بنلبس جلاليب عشان نأكد الهوية بتاعتنا الهوية المصرية.
لغايه بقى ما ايه الناس خدموا علينا، ابتدينا بقى نغير في اللبس وبتاع مش عارف ايه. فده الثلاث حاجات الروافد اللي خلونا نسمي الفرقه كده. استاذ هاني شنوده، حضرتك يعني عاصرت عظماء في تاريخنا، على سبيل المثال في مجال الغناء عبد الحليم حافظ، وكان ذكيا جدا، وانت في البدايه ما كنتش عايز تشتغل معاه او يعني ترددت الى حد ما، لكنه استدرجك. هل التعبير ده صح؟ ده صح صح. الحقيقه هو كان بيجي يقف على يميني وانا بلعب على الاورج الهاوند، وكان يعزمني على الغداء وانا كنت ازوخ. احنا كان بنعمل ماتيني الصبح من الساعه 12 لغايه الساعه 2، فيعزمني على الغداء فانا ازوخ. ليه بقى؟ كان في الشله وكان في جيرل فريند وكان في السينمات وكان في يعني هسيب ده كله واروح بقى اكل مع واحد راجل بالشوكه والسكينه. وده خلاني افهم ان الجيل الصغير دلوقتي ما لما بقول لهم تعالوا بيبقوا بيزهقوا مني برضه نفس الحكايه. هو لما خلص العقد بتاعنا في اسكندريه وجينا القاهره كلمني بقى في التليفون، كانش في موبايل لسه، التليفون الارضي، وقال لي انا على فكره جبت جهاز اسمه سوبر سترينجز. قلت له العنوان ايه؟ انا جاي لان قاري عنه وبتاع. اللي قال لي الحكايه دي الاستاذ مفيد فوزي. قال لي انت حيرتنا. ليه؟ وتعبتنا. ليه يا عم انا عملت فيك ايه؟ قال لي عبد الحليم كلفنا نعرف انت بتحب ايه. يعني عبد الحليم حافظ في عز يعني مجده كان بيحاول يستدرجك، يعني كان مش قادر يستدعي هاني شنوده؟ انت كنت شاب صغير. هو كان بيجي يشوف عندنا في الماتينيه 3000 4000 نفر بيتنططوا اهلهم قاعدين، فهو عنده بصيرة نافذة، عارف إن المستقبل مش للفرقة الكبيرة بقى لا، ده المستقبل للكائنات الصغيرة دي. فدي جاية جاية، هو عارف، أنا ما عرفتش، يعني ما عنديش وضوح رأي اللي عنده، ولا أنا فاهم في حاجة. أنا لسه صغير، كنت في الوقت ده حاجة وعشرين، يعني ما مش قادر أوصل للي في دماغه. طب ورحت له البيت وشفت الجهاز الجديد؟ شفت الجهاز، دخلت حطيته في الكوبس وقعدت العب. بلعب بقى الحاجات اللي انا اعرفها. سترينجر ان ذا نايت، اف يو جو اواي، ميك ات بام، الحاجات دي كلها. هو سابني شويه. وطلع لابس يعني جلابيه شيك كده حرير وبيضه وطاقيه 45 درجه كده محل. وقال لي ما تعرفش حاجه من الحاجات دي؟ قلت له اعرف اهواك. طب العبها. فضلت العبها بتنويعات طرق مختلفة. قال لي وقف بقى، انا عايز اكلمك بصراحة. تتفضل. قال لي انا عايز تعمل لي فرقة زي فرقة البتيشا. قلت له بس انا عندي شرط. هنا بقى هو كشخ. ده كنت عامل سيد البواب بتشرط على الهرم الاكبر. هو عارف نفسه، هو عارف ان هو نجم العرب. أيوة. وانا مش عارف اي حاجه، عايز العب على الجهاز. قال لي خير. قلت له انا اللي العب على الجهاز. قال لي ما انا جايبه لك. وعملنا الحفله دي. خلصنا، قال لي احنا لقينا نفسنا، تذاكر الطيران هتبقى قليله، حجزات الفنادق، هنلف العالم ونوريهم قد ايه مزيكتنا حلوه. بعدها للأسف هو يعني كان آخر كان مريض. لكن هو كان ذكي جدا فعلا، انه يعني عارف ايه اللي جاي، ايه الايام اللي جايه. لا طبعا طبعا. طيب اثناء مسيرتك الموسيقيه دي يعني دفعت كثيرين الى الامام، على سبيل المثال عمرو دياب، الهضبه. الان هو طبعا الهضبه، لكن هو لما كان صغير مين اكتشفه؟ هو اللي اكتشفني، يعني هو سعى عليا. إن كان عندنا حفلة في بورسعيد. أيوه. خلصنا الحفلة ورحت أنام. وأنا يا دوبك بلبس كده في البيجامة وبتاع، لقيت خبط، فتحت لقيته. خير؟ قال لي أنا عايزك تسمعني. غني يا سيدي. فغنى. قلت له اسمع، أنت ودنك كويسة.
صوتك حلو، عقبك حلوة، شكلك كويس، واحنا بقينا في عصر التلفزيون، بس انت عندك عيبين. العيب الاولاني انك بتنطق بوكسعيدي، العيب التاني ان انت بوكسعيد. فعليك انك انت تسيب بورسعيد وتم مثلا تيجي القاهرة ويتغير اللهجة الى حد ما. حلو. سكت والسكتة طولت شوية، لدرجة انا كنت عايز اقول له ما تتفضل بقى ولا حاجة. قال لي طيب السلام عليكم، وراح ماشي. نمت انا بقى، قمت الصبح فاكر دي اخر مره اشوفه. نزلت لقيت الاتوبيس اللي هياخدنا القاهره والفرقه كله موجودين، ايمان يونس، تحسين يلمز، ممدوح قاسم، هاني الازهري، كلهم واقفين. وده واقف معاهم، بقول له ايه؟ قال لي مش انت قلت اجي القاهره؟ قلت له اه. عندك حد تقعد عنده ولا بتاع؟ مش عارف. قال لي انا جايب المنتج بتاعي كمان، تعالى. زاد كان واقف ورا الاتوبيس، جه معانا مصر بقى وابتدت الحكايه. فحضرتك تقولي هو اكتشفني ولا انا اكتشفته؟ بس في بقى تمارين وازاي يتخلص من اللهجه البورتغالي ويبقى قاهري اللهجه. واستطاع ان هو يحقق كل ده. في عندنا دلوقتي يعني في مصر مكتشفين للنجوم في مجال الغناء، في مجال التمثيل، يعني النجوم الصغار، هل هذه المسألة موجودة؟ أنا ما أظنش، بس كان جه وقت كان المنتج هو اللي بيكتشف. وأنا لفيت على المنتجين بعمر، ولفيت على المخرجين هو يفتكر، وعملنا سهرات تلفزيونية. لا، واستطاع طبعا الفنان عمرو دياب إن هو يعني يشق طريقه بهذا الشكل. اكتشفت حد تاني برضه. أيوه، محمد منير. طبعا. كيف؟ ده أنا كنت بعمل أغاني مع شوقي حجاب. شوقي حجاب ده رهيب في الأغاني الأطفال الحقيقة، جدا. فأنا بقى بعملها بالطريقة بتاعتي المتطورة. فكان عنده عبد الرحيم منصور سمع، قال له إيه ده؟ أنا عايز تعرفني بهاني شنودة. دخل شوقي حجاب في إيده عبد الرحيم منصور، وعبد الرحيم منصور في إيده محمد منير. قال لي اسمع، انا سمعت حاجات عند شوقي، ودي السكه الجديده اللي احنا عايزينها المنير، لان هو من الجنوب ولازم له. يلا بينا. ابتدينا نعمل معاه بروفات، وابتدينا. انا قلت له في الاول خليني اجرب حاجه انا مش متاكد منها، انا هجيب الناس بتوعي بيس جيتار ودرامز والكتريك جيتار وبتاع، وانت تجيب لي واحد دف نوبي. ايوه، اشوف ده يعمل حاجه حلوه ولا. ما كانش في بقى في الكرة الأرضية دفوف مع درامز، ده ما كانش موجود. وعملنا البروفا وكتبت الهارموني بتاعه وضبناها وكل حاجة تمام. قلت له وسجلتها بريكوردر عندي. قلت له بص، سيبني بكرة وبعده، لأن لما أصحى يمكن ألاقي كلام فارغ، فخلاص مش هعمل. أو لقيت حاجة حلوة هنكمل. صحيت الصبح لقيت حاجة حلوة، كلمت الشركة بتاعته اللي كانوا يثقوا فيا قوي. ليه؟ لأن أنا قبل كده رفضت أشتغل مع واحدة لبنانية، ما كان يعني، وواحد برضه قبل كده يعني كانوا عندهم ثقة في اختيارك. بالظبط. قالوا لي يلا استوديو. دخلنا بقى وبتاع. محمد منير كان بيشتغل مع عبد الرحيم منصور وسيد حجاب، فانا قلت له اسمع منير، انت لازم تتخصص في الاغاني السياسيه. فعملنا بقى مجموعه، ايه يا بلادي غريبه، عدوه ولا حبيبه، في ليله تصعيونك، والحاجات الناس يعني بقى. ماذا وجدت في محمد منير عشان تقول له عايزين هذا التخصص؟ انه ده هيبقى مطرب الشباب. والشباب دايما عندهم ثورة على الجيل اللي قبلهم، على أساس إن هم اللي بوظوا الدنيا. يعني حتى ابني يقول لي بقى جيلك هو اللي بوظ الدنيا. كويس؟ أظن إن بقى ولاده يقول له أنت اللي بوظ الدنيا. يعني هي دي موضوع طبيعي. أيوة. فطبعًا إيه؟ ده مطرب الشباب. ولغاية النهاردة هو مطرب الشباب الأول على فكرة في العالم العربي. لا، وله لون مميز جدًا فعلًا. طبعًا. فرقة المصريين بقى أنا خصصتها في الأغاني الاجتماعية. ما تحسبوش شباب. على فكرة احنا اتكلمنا عن الخلع قبل الخلع ب 40 سنة.
ازاي؟ عندنا اغنية اسمها حرية. حرية حرية والدنيا حرية، لا تحكم في حبيبي ولا تحكم في ايه. انت تحب القمصان الصيفي ما تقولش دي خفيفة، وانا احب المغنى الريفي ما تقولش دي سخيفة. الاغلال اللي في ايدينا هي دي اللي مخيفة، لو بتحبني فك ايديا. انا بديك الحق تسيبني وقت ما قلبك يسلى، الدين الحرية اسيبك تلقى حبنا يعلى، ما يهونش على حد يهد وعده مستغرب. اذا مش انت بس اللي تطلقني، لا انا كمان ايه اروح المحكمه وادي لك مهرك وبتاع مش عارف ايه. ده كان سنه كام دي تقريبا؟ دي احنا فرقه المصريين 77، دي كانت 78 تاني شريط على طول اسمها حريه. فاحنا اتكلمنا في كل الاغاني الاجتماعيه على فكره، الفرق ما بيني وبين والدي مساله السن، بيقولوا لما كان قدي كان زي الجن. فلازم تعاملوا ولادكم كانهم اصحابكم، بلاش انا كنت الاول ومش عارف ايه وانت مش فالح والكلام ده محبط. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال هنا، يعني ذوق شباب، مش عايز اقول زمان، يعني بنتكلم على السبعينات والثمانينات مثلا، اختلف عن ذوق شباب الحالي؟ لا دايما. وفي اي اتجاه؟ هو هم هيشوفوه صح واحنا هنشوفه غلط. وده دايما، ودي طبيعه الدنيا. يعني الناس اللي كانوا اياميها كانت لسه ام كلثوم باديه وطالعه، لما جه الناس اللي هم بعد عبد الحليم يقول لا عبد الحليم، ولا كانوا بيلوموه عبد الحليم. والدي كان يقول يجي ايه في الاستاذ محمد عبد الوهاب. وينطقها صح. ايوه انا بنطقها عبد الوهاب غلط، وانتوا بوصلوا اللغه العربيه وبتاع مش عارف ايه. فدايما الانتقاد الاجيال لبعضها ده عامل صحي على فكره. أيوه. عكس ما الناس كلها. أيوه. عارفه. بالعكس، والا ما كانش في عمار في الارض. ما هو الناس بتختلف على ايه؟ بتختلف عن الطريقه دي غلط، انا هعمل الطريقه الصح. فيخترعوا حاجات ويكتشفوا حاجات ويعرفوا حاجات في كل مناحي الحياه. صحيح. طيب محمد منير وعمرو دياب كانوا من، هنقول من اكتشافك. بقيت يعني انت مكسوف ولا ايه؟ ايوه مؤكد. انا مش مكسوف. مؤكد انهم كانوا، لو هم الحقيقه بيقولوا ده دايما يعني. معلش بقى يعني. لكن هم مختلفين طبعا، لونين مختلفين تماما طبعا. عمرو دياب الانترتينمنت، التسليه، وحتى لو بلاش نتكلم في الماضي، لكن هتلاقي طبعا الطبل والسجط والبتاع يعني فرفوش، ومخلي الدنيا كلها تفرفش. أيوه. وانا على فكره بروح امريكا، كنت زمان لما كان الدولار بخمسه جنيه، كل الديسكوهات بعد 12 يشغلوا عمرو دياب، والستات تعمل كانهم بيرقصوا بلدي. هم طبعا خشب ما بيعرفوش بلدي ولا بتاع، لكن كان منتشر في امريكا كتير جامد قوي. ومحمد منير كان منتشر في المانيا بيعمل حفلات جامده قوي هناك. يعني فعلا هم اكتشافين لكن مختلفين تماما. طيب هناخد فاصل بس انا عايز اضيف اسمين. اتفضل. عشان ما حدش يفتكر انا بشتغل مع الولاد بس. ايمان يونس اللي غنت ما تحسوش يا بنات ان الجواز راحة، والشوارع حواديت، ويا ماما ست، وحريه، ومنى عزيز اللي غنت ماشيه السنيوره. دي عملت ملايين. يعني اكتشفت يعني مغنيين ومغنيات. طبعا. وده شيء جميل جدا جدا. للحوار بقيه، فاصل قصير نعود بعده لنواصل حديثنا مع الموسيقار الكبير استاذ هاني شنوده عن الظواهر الغنائيه الجديده وماذا يسمع الشباب الان.
أستاذ هاني شنودة، الأستاذ الملحن الكبير الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، كان لك أيضا معاه ذكريات. طبعا. هو ليه سمح لك أنك تعيد توزيع أغنياته؟ ماذا وجد فيك؟ كنت شاب صغير في هذه الفترة. ما أنا هقول لحضرتك حاجة يعني أنا نفسي مش مصدقها. هو قال للفنانة الكبيرة نجاة أنا عايزك تغني أغاني من عندي بس اللي يوزعها هاني شنودة. فقالت لي، فقلت لها لا. ليه؟ لأن مصطفى ناجي كان بيعمل حاجات لعبد الوهاب. أيوه. ويجي له تليفون الأستاذ مريض النهارده مش هيقدر يجي، فيقول فركش يعني خلاص يروحوا. أنا ما أقدرش أجي موسيقي ويعمل بروفا ويبقى على هو التسجيل وحد يقول لي فركش، هضطر اديهم من جيبي، فانا مش هقدر اعمل الحكايه دي. لغايه ما قالت لي بص النهارده، قال لي يا هاني يا لا. قلت له ليه؟ فقال لي كلمه يمكن تزعلك. قلت لها خير؟ قالت لي قال اصل هاني اقرب الخواجات لينا. اقرب الخواجات. فانا ضحكت وقالت لها انا كنت فاكرك هتزعل. قلت لا، ده هو بيقول على المتعلمين، أقرب المتعلمين لينا، فأنا هشتغل. لو هو بيقدرني للدرجة دي وما يعرفش إن أنا بقدره لدرجة أعلى كمان، فأنا هشتغل. بس أنا عندي شرطين واختصرهم في شرط واحد، ما يجيش الاستوديو عشان ما يقولش فركش ولا ما بفركش، أنا هعمل وأنت تروحي تفعلهم للموسيقيين وخلصنا على كده. ومش عايزه يسمع ما دام واثق فيا يسمع الآخر ما يجيش. أنا لازم أقول لحضرتك إيه أول مرة قابلت فيها الأستاذ عبد الوهاب. أنا رايح مع السيدة نجاة، قال لي تعالى الأوضة في أوج هناك، وإحنا داخلين في جهاز كده، فببص له كده قال لي ما لا أنت ما عندكش واحد زي ده. قلت له لا، ده إيه ده؟ قال لي لا ده بيعقم الأوضة. قلت له لا ما عنديش، أنا سايبها على الله. سمعني بقى يا سيدي اللحن اللي انت عملته اللي فيه نوتة زنانة. قلت له اه قصدك بحلم معاك؟ قال لي اه. هو بيقول على ايه؟ تيراراري تيتا تيراري تيتا. فقعدت العبها يا حبيبي. تاني لما الحكاية بقى كم، قلت له بص انا زهقت ويا ريتني ما عملت اللحن ده، انا زهقت خلاص. قال لا خلاص مش هقول لك، العبه تاني. يعني قلت للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب انا زهقت؟ ايوه. لعبت وتقبل هذا يعني؟ ما هو انا لعبت اللحن ده فوق مثلا 20 مره من اوله لاخره. تاني يا حبيبي تاني يا حبيبي. طبعا نجات قالت لي كان لازم. قلت لها زهقت والله زهقت مش طايق. قالت لي اصل هو كان عايز يشوف هل انت زي اللي بيلعبوا كل الحاجه هي كل مره ولا بتغير في تنويع. فهو عارف ان الخواجات كلهم اللي درسوا بيلعبوا الحاجه هي بالظبط. انت كنت بتغير. لما قال لها بقى اصل هو اقرب الخواجات لينا، انا افتكرت ايه موضوع ان انا قعدت اعمل بحلم معاك بالتحديد. ما قالش أيوه. طب انا بعشق البحر. طب لا هي دي. وتاني تاني تاني فوق ال 20 مره، يمكن 25 21 انا ما بعدش يعني. بس اتضح ايه بقى؟ ان احنا بنعمل بروفا ونجاة جوه في الاستوديو بتكلمه والتليفون تسمعه. يعني برضه هو لقى وسيله انه يشرف على عمله. طب مع الفنانه الكبيره ايضا نجاة الصغيره كان لك تجارب. حضرتك انا داخل انا ونجاة الاستوديو 46 والاستاذ محمد عبد الوهاب طالع، قال لي ايه اللحن الجميل اللي انت عملته ده؟ كان يوميها كنا بنسجل اغنيه وطنيه اسمها يوم الهنا يوم المنى عن 6 اكتوبر والعبور. قلت له يا سلام لو كان معايا ريكوردر كنت سجلت الكلمتين الحلوين دي. قال لي لو كان معاك ريكوردر ما كنتش قلت لك الكلام ده. فشوفي راجل يعني فوق ما تقدري تصوري من الذكاء. صحيح. الالحان اللي قدمتها للمطربه الكبيره نجاة الصغيره برضه مختلفه عما كانت تغني. انا لازم احط الهيدن بيوتي. يعني انا بعشق البحر مثلا. أنا برضه بتاع موسيقى تصويرية، فبوصف في اللحن بوصف الحالة اللي هي فيها.
وبوصف هي هتتصور ازاي. عشان كده انا بنصح الناس، لو انت عايز تشوف حاجه هي الوحيده نجاه اللي تقدر تغنيها في الكره الارضيه، اسمع وحبيبه وغريبه غنياهم ازاي في الكوبليه بتاع انا بعشق السما. حاجه جميله مذهله في الجمال. يعني هو واضح طبعا ان حضرتك مريت على نجوم كثيرين جدا جدا، حتى في السينما الفنانه الكبيره فاتن حمامه. كان ايه فيلم ايه؟ لعزاء للسيدات. لا مظبوط. انا لقيت مسيو هنري بركات المخرج بيكلمني بيقول لي، قال لي تونا عايزاك تعمل الفيلم الجديد بتاعها. قال لي سمعت الشريط ولقيت ان انت بتحط الحياه في الاغاني، فقالت الواد ده دراماتورجي بالموسيقى. تعبير جميل. جدا. دي الباب الملكي لعبور طبعا السينما. كمان ماشي. رحت بقى اخد المقاسات، تعرفت بيها ورحت اخد المقاسات مع المونتيرة العظيمة رشيد عبد السلام. رحت قالت لي هات الورقة والقلم بتوعك، احنا بنكتب في حاجة اسمها كاييه بالفرنساوي، كل حاجات السينما فرنساوي لان هما اللي ابتدوها هنا في مصر. ما تعمليش تيمات قصيرة، التيمات الطويلة بتنجح اكتر، لان لما عملوها بعمل لي كان ناجح جدا. ما يعني كان لها اشتراطات 16. وبنتكلم على اشتراطات في الموسيقى. خدت انا الكاييه بتاعي وحطيته جنبي في العربيه ال 128 بيضه، ورايح البيت وفي دماغي ان اول حاجه هكلم فاتن واعتذر عن الفيلم. هنا بركات اللي هكلمه واعتذر عن الفيلم، لان انا عايز اعمل حاجه جرانديوز في الاول بقى. كان الكهرباء مقطوعه والاسانسير واقف، فطلعت السلم وانا طالع بقول الله، ما انا طالع السلم اهو، ما انا ال 16 حاجه دي اعتبرها سلمات واطلع عليها واعمل اللي هي عايزاه واللي انا عايزه برضه. دخلت البيت هتتغدى، قلت لهم ما حدش يكلمني على البيانو. فوتت يوم والتاني وكلمتني، قالت عملت ايه؟ قلت لها خلصت المزيكا. قالت طب انا هبعت لك كاتيا. ما فهمتش ايه كاتيا ده. قلت ايه؟ يمكن نوع جاتو جديد، تورتايه بتاع يعني احتفالا. اليوم اللي بعده ضرب الجرس، فتحت ست طويله كده شيك، قالت لي انا كاتيا ثابت اللي هي مؤلفه الفيلم. ايوه. اتفضلي حضرتك. قعدت في الاوضه اللي فيها البيانو عندي تشربي ايه؟ قالت قهوه. مظبوط. رحت بقى اقول لهم في البيت يعملوا قهوه. مظبوط. سمعتها بتلعب اتيود شوبان على البيانو. قالت لي عملت ايه؟ قلت لها البيانو خلص، ادي تيمه فاتن، تاتي تاتي لا 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 تاتي تاتي، ادي تيمه فاتن. قالت لي هات التليفون يا تونا، ده عامل لك حاجه فرنساوي كده كانه كلود دوليوش ولا مش عارف ايه ولا كذا وكذا. قالت لها اديني السماعه. قالت لي احجز بكره وسجل هاني. طب جميل والله. الحمد لله. استاذ هاني شنوده برضو، انا يعني ساعات بستغرب، انت اشتغلت مع عبد الحليم حافظ وفاتن حمامه ويعني كبار النجوم، وبعدين اختلفت، يعني اشتغلت بقى كده مع عدويه. كل واحد فينا جواك حاجات كتير قوي. يعني انا جوايا حاجه شعبي من ايام انا كنت في طنطا، فعارف اعمل ايه. بس عملت شعبي بالهيدن بيوتي بتاعي اللي هو البيس جيتار اللي لغايه النهارده بيستعمل في الشعبي. للنهارده قبل عدويه وقبل الاغنيه دي زحمه دون زحمه بالتحديد ما حدش كان بيستعمل بيس جيتار. كنت عايز لان دي الات بيقول عليها غربي. لا دي الات عالميه مش غربي، لان بتستعمل في روسيا والصين ومدغشقر وفلبين وهنا وهنا. ده عالمي. على فكره الاسهام العالمي ما يصحش نسميه غربي. انا ما بدورش على فكره على كده، بدور ارضي نفسي. يعني اعمل حاجه عجباني، لو عجباني ما احنا 100 مليون ودلوقتي 100 وكذا، فلازم يكون في على الاقل من ال 100 دول مليون مبسوط من اللي انا بعمله. كفايه يعني، انا مش عايز الناس كلها ما فيش حد بيعمل حاجه تعجب الناس كلها. وان كانت الزحمه دي عجبت ناس كتير قوي، لان طبعا عدويه انا كنت بحب صوته جدا. عدويه ده ناي بشري، انا ما كنتش موافق قوي ان هو يغني بقى حاجات فيها الفاظ عاريه. ايوه.
فلما لقيت نص زحمه الدنيا زحمه التهوى الحبايب زحمه والعطش رحمه مول، وانا طول النهار في العربيه بتاعتي قرفان من الزحمه، قلت لازم اعملها، اعملها هيصه وهلهلي والناس تنبسط. انا عامل اغنيه اطفال مهمه جدا بتقول لما تشوف الزحمه خير على حب على رحمه، تبقى الزحمه دي هي بلدنا مصر. جميله، فين هي بقى الاغنيه دي؟ اغنيه اطفال دوروا عليها بقى. ازرع وردي وفلي واسال وانت تقول لي احنا بلدنا ايه؟ احنا بلدنا مصر. ده سنه كام دي تقريبا؟ تقريبا 82 او حاجه كده. طب هي حاجات جميله، لكن يعني في النهايه هي تم انجازها في زمن مضى. الان ما فيش حاجه بتنجح الا النت. ما انا هقول لحضرتك بقى الحكايه بتاعت ده. احنا كنا زمان في منتج بينتج شريط، نروح نهدي الشريط بحاله للاذاعه والتلفزيون فيذيعوه ويصوروه لنا ويذيعوه. ده انتاج مشترك، بس هم ما خدوش بالهم الحكايه دي ولا المنتج خد باله. كنا بنقول ده اللي بيساعدنا في ان الحاجات تنجح، لكن ده انتاج مشترك مش من حق حد يحبسه على فكره. دي اول حاجه. اتنين، النهارده مفيش يعني انتاج اغاني، لان اللي معاه فلوس يعمل اغنيه ويحطها على النت ويدفع ترويج. فاذا دلوقتي اللي معاه فلوس يغني، معهوش فلوس ما يغنيش، لان مفيش انتاج، مفيش. شرايط الكاسيت دي انتهت والمنتجين بتوع الكاسيت انتهوا كلهم. اللي بينجح دلوقتي الاغاني اللي على النت، اللي هي فيها بقى ايه، ما هيش يعني اغاني اللي هي فاني. عصرنا احنا ما كانش يقبل الكلام ده. أيوه. لما كان يجي لي الكلام ده ما لا ما قبلوش. طب يعني انت في هذا العصر ومع هذه الاغنيات حضرتك بتقبلها؟ ما تحرجش في حاجه، لان ايه، انا كمان انا هقول لحضرتك حاجه، احنا في تجربه عايش هقول لك عليها. احنا عاملين حاجه اسمها قافله السعاده. احنا بنروح للناس اللي هم كبار في السن ونعزف لهم ونغني لهم بتاع. انا بختار بقى حاجات اغاني زي ايه، اغاني زي فرقه المصريين ماشي، نجات ماشي، بس مينلي هي دي، هي فرحه الدنيا عبد الحليم، اسمر يا اسمراني، اول مره تحب قلبي، لان هي دي الاغاني اللي حبوا عليها. يمكن يعجبهم اللي انا عملته او ما يعجبهمش، لكن انا بديهم الحاجه اللي تخليهم ينبسطوا. وعلى فكره ده شيء جميل يعني انساني حلو قوي. ده على فكره لازم احكي لك بقى فضل الراجل اللي عمل ده. استاذ فتحي عبد الوهاب قال لي عايزك تكلمني يا هاني. رحت له فقال لي انت عايز تعمل ايه اليومين اللي جايين دول؟ اي حاجه اساعدك فيها. ده رئيس صندوق التنميه الثقافيه. قلت له عايز اعمل، اروح انا واربعه مطربين لكل دور المسنين ونعزف لهم ونخلي معنوياتهم ترتفع. ده شيء جميل جدا جدا. حضرتك طبعا يعني لازم نشير الى انه لك كتاب انت يعني اسردت فيه كل ذكرياتك، واسمه ايه الكتاب؟ عرب الموسيقى. جميل. ها. ذكرياتي. والمؤلف استاذ مصطفى حمدي. بالظبط. يعني عجبك الكتابة؟ انا شخصيا قريته بالكامل وعجبني جدا جدا. على فكره ليا كتابين. مش كتاب. ده الكتاب الاخير؟ في واحد مطلعاه مهرجان السينما. اسمه المغامر الزاهد. الحقيقه عراب ده عنوان حلو جدا. والمغامر الزاهد فعلا شخصيتي كان فيها مغامره. بس انا ما ببقاش عارفها انها مغامره على فكره. الناس بس حضرتك بتقولي لي دلوقتي ان الزحمه دي مغامره. يمكن كانت طبعا. انا ما ببصلهاش كده، ببصلها ان انا عملت حاجه حلوه ولا لا. بس لا، مؤكد انك عملت حاجه حلوه. ربنا يخليك. انا الحقيقه بقى عندي سؤال اخير في هذا الموضوع. يعني حضرتك بعد هذا المشوار الكبير جدا في عالم الالحان، وطبعا اللون الجديد اللي حضرتك اضفته للموسيقى، لكن دايما كنت بتقول، انا بقول وباكد انه موسيقانا المصريه العربيه هي الاصل. ان كان الناس تتعلم في كليه التربيه الموسيقيه او الكونسرفاتوار، ولما يطلعوا يعاملوا الشرقي كشرقي والغربي كغربي. لا، الموضوع مش كده. الموضوع لازم نستفيد في مزيكتنا باللي وصلوا له الغرب.
ونبتدي من حيث هم خلصوا نبتدي احنا، لان احنا لون جديد. عشان كده حضرتك الكاميرا في الملعب، الموسيقى دي اللي اتعملت في الجولدن جلوب لما جه رامي يوسف يجري وياخد التروفي بتاعته، المزيكا دي دلوقتي هو بيقول لي العهد عليه انها من اشهر الحاجات في الديسكوتات بتاعت امريكا كلها، بيعملوا الاغنيه دي المزيكا دي ويرقصوا عليها. يعني انت تؤكد في النهايه انه الاعتماد على موسيقانا الاصيله هو الاساس الجيد. طبعا مؤكد. طبعا. الموسيقار الكبير استاذ هاني شنوده، طبعا كنا نتمنى نقعد مع حضرتك اكتر من كده، بنشكرك ويعني دايما تمتعنا بانتاجك الجميل. ان شاء شكرا الله. جزيلا ان شاء الله. شكرا. في الختام اشكر ضيفي الموسيقار الكبير هاني شنوده، ونلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله في حديث جديد من مصر.